السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أحمد الحوت، أستاذ العلوم والأحياء. قريبا إن شاء الله هناخد مع بعض دروس الصف الأول الإعدادي في مادة العلوم لسنة 2018. دي طبعا مذكرة الأستاذ أحمد الحوت في العلوم، زي ما احنا شايفينها كده، ديت شكل المذكرة. يا رب تعجبكم إن شاء الله في هذا الترم. وكمان ما تنسوش أحبتي الطلبة والطالبات أدعية المذاكرة من حيث قبل المذاكرة وبعد المذاكرة والتوجه للامتحان، وطبعا عند دخول الامتحان وبداية الإجابة وتعثر الإجابة وعند النسيان وعند الانتهاء من الإجابة. منهج الصف الأول الإعدادي السنة دي إن شاء الله الترم الثاني بيتكلم عن 3 وحدات. الوحدة الأولى التفاعلات الكيميائية، وبيقع تحت منها 3 دروس: الدرس الأول الاتحاد الكيميائي، والدرس الثاني المركبات الكيميائية، والدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي. أما الوحدة الثانية بتتكلم عن القوى والحركة، بيقع أيضا تحت منها 3 دروس: الدرس الأول القوى الأساسية في الطبيعة، والدرس الثاني القوى المصاحبة للحركة، والدرس الثالث الحركة. أما الوحدة الثالثة بتتكلم عن الأرض والكون، ويقع تحت منها أيضا 3 دروس: الدرس الأول الأجرام السماوية، والدرس الثاني كوكب الأرض، والدرس الثالث الصخور والمعادن. ويا رب إن شاء الله تستفيدوا من شرحنا لهذا المنهج، وأدعو الله أن تكونوا من المتفوقين والناجحين دائما. ولا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك الأستاذ أحمد الحوت، أو بتكتبوا www.facebook.com/احمد4الحوت، وكمان فعلوا جرس الإشعار في اليوتيوب عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا لما تنزل، وكمان اشتركوا في القناة. ويا رب تستنفعوا بهذا الشرح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.